ليلفت نظرك المبررات اللي ساقها برهان اللي قال لك استخرت ربنا قبل ما قابل نتنياهو. شغلت البرهان، سيبك من حمدوك عارف ولا ما عارف يا سعادتك، هل استخرت قبل أن تلتقي نتنياهو؟ ضحك حتى بانت نواجذه، ثم قال أيوة قبل السفر بفترة أدعو الله في كل صلاة. سلام جرعة الإيمان محتاج لها موسيقى الشعراوي. اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير اصرفه عنا. معناها ما دام مشيت سيكون فيه خير لنا إن شاء الله إن شاء الله، وكل همنا مصلحة السودان. من إمتى الحداية بتحدف كتاكيت يا برهان؟ نحن شايفين غيرنا وحتى أصحاب القضية مستفيدين. بصراحة كده عند المصافحة ألم تشعر برهبة؟ الحكاية ما سهلة، لا كانت عادي جدا. صفحته ثم بدأنا الحديث، أكلته في صحن واحد، مد ليك اللحمة أو مديت ليه عيشة؟ ضحك بصوت عالي نسبيا، ده حوار بيجري معاه صحفي. ثم قال طبعا أكلنا سويا. قطعته رغيف بالنص يا برهان. وحلفت قال له النعمة دي والنعمة دي بتاع دواء، لن نفعل شيء ضد مصلحة الشعب السوداني، زي بالظبط أبي أحمد لما قال للسيسي. قال له طبعا أكلنا سويا على شرف دعوة من الرئيس اليوغندي موسيفيني. يا دي النيلة، الطعام كان بوفيه مفتوح، كل واحد شال أكله على صح، بس جلسنا معا أثناء الطعام. الاستقارة أصدر بيان غريب من نوعه، تعميم صحفي عجيب كده ظهر هناك. مجلس السيادة الانتقالي تعميم صحفي، تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء في يوغندا، رئيس الوزراء الصهيوني، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. ما محمد بن سلمان بيعمل كده برضه، ومحمد بن زايد بيعمل كده برضه لمصلحة الشعب الإماراتي ولمصلحة الشعب السعودي، والسيسي بيعمل كده برضه لمصلحة الشعب المصري. وأؤكد لك على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة، ظل وما زال وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجمعية العربية. حقيقة جملة ملهاش رد يعني محترم ممكن يتقال على أي شاشة. هذه الجملة قال لك إجماع عربي، إجماع عربي إيه وأنتوا كلكم أجمعتوا على الصداقة مع الصهاينة؟ قال لك لا بس إحنا بالنسبة للحق تمام، إنما إحنا هنبقى سوا هنبات سوا، إنما الحق ده موجود إحنا ما بنعملش حاجة. بقول لك مشهد داعر في العلن. قلت لك أول يوم في المقدمة قلت لحضراتكم يوم المؤتمر الإعلاني بتاع نتنياهو وترامب، وقلت لك كان في خيبة أمل اللي مصر والسعودية قال لهم نبوس إيديكم ادونا فرصة. من بعديها الكل بيحاول يعمل إيه كأنه في العلن كأنه ملوش دعوة، وهم مش واكلين شاربين انت عارف مع بعض مخلصين كل حاجة. المشاهد العجيبة تواصلت بأن رئيس الحكومة حمدوك رحب بهذا البيان الهزيل اللي هو برضو ملهاش رد. حمدوك طبعا تراوح ما بين ايه عارف ومش عارف، ها، واحساس انه عارف يعني. لا برهان احساسي يا ادهم، ها، قال لك هذه الكلمات: نرحب بالتعميم الصحفي الرئيس مجلس السيادة الانتقالي. قال له انت كده اعتبرته جاوب. الفريق اول ركن عبد الفتاح برهان حول اجتماع مجلس الوزراء، نظل ملتزمين بالمضي قدما من اجل انجاز مستحقات المرحله الانتقاليه المهمه وتجاوز التحديات المماثله. اللي هو يعني ملوش معنى غير استغفال واستهبال الشعب. وتبقى الوثيقه الدستوريه، يا عم الوثيقه الدستوريه ايه بقى يا عم حمدوك؟ هي الاطار القانوني في تحديد المسؤوليات، ويجب علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات. فالعلاقات الخارجيه من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقه الدستوريه. انما انا برحب، يعني الوثيقه الدستوريه بتقول دي من مهام رئيس الوزراء، انما برهان راح لمصلحه الوطن عمل اجتماع وانت رحبت بالبيان. اللي هو ازاي كده اهو كده هي كده اي بص اي تلصقه، حتى التلصقه من كتر الخيانه ما بقوش عارفين يتلصقوها. اي حد يعني مش في السودان بس. المشهد الخزعبالي وصل ان المجلس العسكري السوداني
يطلع المتحدث بتاعه، لا مؤاخذة، المتحدث يطلع المتحدث بتاعه يبرر الزيارة ويقول لك ان هذا اللقاء يصب واه من الصب. اسألونا احنا في مصر عن الصب. هذا اللقاء يصب في مصلحة السودان. ايه اللي بيحصل؟ قال لك كده. كما تعلمون زيارة سيد الرئيس والقائد العام الى يوغندا ومقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي. أما اللقاء في مخرجاته لتحقيق مصالح السودان العليا، هذا ما ذكره السيد رئيس مجلس المجلس الانتقالي القائد العام، أن هذا اللقاء كانت دواعيه وكانت كل حقائقه ومحادثاته تنصب في المصلحة العليا للسودان. حقيقة من أكتر الجمل اللي اتبهدلت واتمرمطت مع حكامنا العرب هي المصلحة القومية أو الوطنية العليا. هي جملة امتهنت مهانة شديدة جدا أكتر من الحتة اللي بيلمعوا بها الأحذية، ربنا يعز قدركم. أنت عارف لما مسح الأحذية وهي وظيفة محترمة جدا زيها زي إيه وظيفة شريفة، بعد ما يخلص تلميع الحذاء فتلاقيه لمعه بحتة كده قماش، دي بتكون بقى عدت على 100 ايه مئات الاحداث تبقى حته نموذج كده. فهذه جمله انه من اجل المصلحه العليا للبلاد مورست تحت غطائها كل الموبقات، زيها زي زعزعه الامن والاستقرار ومحاوله قلب نظام الحكم، الجمل اللي انت عارف العربيه اللي هي بقت دلوقتي ايه صك خالص للعرب، محدش بيعملها غيرهم. فمصلحة نفسي بقى نبقى صراحة أكتر من كده، مش في السودان بس، نتكلم بصراحة. طيب إيه المصلحة العليا للسودان اللي بتتحقق من ده؟ نقول 1 2 3 ونتناقش قعدة الأخ مع أخوه، الشقيق مع شقيقه كده، ونشوف إيه المصلحة العليا، نشوف إيه المصالح العليا اللي تحققت لمصر قبل كده وللأردن قبل ذلك، وحقيقة اللي كانت التطبيع سبب فيها، وايه المصالح العليا بتحقق للسعوديه والامارات. ما تيجي نواجه الشعب ونقول له مصالحنا العليا تتحقق في ذلك، لان الخبثاء وبعض المتشككين، المتشككين اللي احنا منهم حقيقه، ناس بتبقى مش نيتها مش صافيه حقيقه، شايفين المصلحه الوحيده اللي هي تتحقق هي مصلحه الحكم الشمولي، ها، وبقاء كراسي الحكم للطغاة، هو ده الاساس. ليه؟ لأن بقاء الطغاة والعسكر والديكتاتوريين على العروش هم صمام أمان الكيان المحتل، لأن أي دول ديمقراطية، أي حياة ديمقراطية، أي حكومات تعبر عن الشعوب حقيقة، الوضع سيختلف جملة وتفصيلا. هذا الأمان وهذه البحبوحة وتلك الرحرحة اللي بيعيش فيها الكيان المغتصب ستختلف تماما تماما. ليه؟ لأن اللي بيأتي باسم الشعب ومن صناديق الشعب الحرة، ها، ما يقدرش يدي ظهره للشعب، ما يقدرش يخون في الضلمة، ما يقدرش يقف يتبجح يقول له مصلحة الدولة العليا، يقول له البرلمان، فساعتها البرلمان المنتخب يقول له تعالى يا روح بابا، ايه بقى المصلحة؟ لا 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 لا، ده خيانة، تعالى العزل، مفيش كده. قال لك الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية دي ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تطلع وساعة ومطاطة، أعوذ بالله من المطاط واللي عمله، مطاطة خالص، فاهم؟ تستخدمها زي ما أنت تستخدمها. البجاحة وصلت إنه تبرير عبر المتحدث الرسمي للجيش السوداني، تبرير الخيانة بأنها من أجل أن، عايز أصيغ الجملة صح، أن تصبح السودان رقما في العالم. السودان الآن يمر بمحك كبير جدا، ضغط اقتصادي، وضع يحتاج فعلا لقرارات جريئة ترفع من الواقع الآن، الواقع على الشعب السوداني في حياته ومعاشه، قرارات جريئة تحول سياسة السودان الداخلية والخارجية حتى يكون السودان رقم في العالم ويعود.
ازاي؟ السؤال ازاي؟ احنا عايزين نعرف ازاي. كان ترتشت كلام كده، كانت طلعت برضه، قال لك ايه؟ قال لك لانه عشان نشيل السودان، وبرهان نفى طبعا من قوائم الارهاب وبتاع. طب ما هو البشير راح والارهاب راح وبقى في حكومه ديمقراطيه، ايه اللي نشيله من قوائم الارهاب؟ يعني انا عايز افهم المصلحه في ايه؟ التفاصيل، سيبنا من العناوين البراقه. هذا السؤال المفروض تساله كل الشعوب، مش الشعب السوداني بس. الشعب السوداني دلوقتي مجرد مثل. ايه هي المصلحه العليا اللي تتحقق بكده؟ ايه هي المصلحه العليا؟ انه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فاحنا بنتجنب القتال اللي هو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني مثلا حاجه زي كده. طيب انه الختم الصهيوني يكون لكرسي الحكم العربي، هذا هو القول الفصل. كراسي عروش مصنوعه بنسبه 100% في الكيان الصهيوني. حتى امريكا مجرد وجهه للصهاينه. يعني امريكا لما بتعتمد قرار اختيار الحكم العربي، يعني يجتمع مجلس القبيله الفلانيه، ها، او مجلس الحكم الفلاني او مجلس البتاع، ويختار اكس ان يبقى الحاكم. فالقرار ده يا جماعه عشان تبقوا عارفين مش سر، يعني بيروح لامريكا يقول لهم احنا قررنا. انا هفترض، شوف انا بقول لك القصه ازاي، القصه انيل من كده، بس انا بحكيها لك بصوره مبسطه يعني كده وناعمه. فيروح يقول لهم احنا اخترنا اكس عشان يحكم، فامريكا لا توافق لا ما توافقش. بيدوا امريكا ثلاث خيارات، امريكا تديهم، امريكا تكون مجهزه زي ما اوريك النهارده محمد بن زايد 25 سنه ومن وقت ما كان بياخد الببرونه، والكيان الصهيوني بيرعاه يكبر ويترعرع وينمو، ها، وبتاع، فيبقى راجلنا اللي احنا بنجهزه لحد ما تاتي اللحظه المناسبه نركبه ليقدم لنا ما نريده. فمن جاء بالصهاينه يعيش خادما للصهاينه مرتهنا بالقرار الصهيوني، ها، تثبيت حكمه مرتهن تماما بالحفاظ على امن المواطن في اسرائيل المزعومه. لسه هنكمل مع التصريحات الخزعبليه والصادمه اللي خرجت من السودان، لكن الاعلام الصهيوني يؤكد ان اللقاء تم بتنسيق سعودي مصري اماراتي. دبلوماسي عربي رفيع المستوى اكد لموقع اسرائيل هيوم ان هناك ضغوطات مكثفه من قبل الولايات المتحده على عقد قمه في القاهره تجمع اسرائيل والسعوديه ومصر والامارات والسودان والبحرين. والسودان والبحرين، رئيس الموساد يوسي كوهين مهد الطريق للقاء نتنياهو برهان، وذلك بعد علاقات سوية منذ العام الماضي، أو لا سرية، منذ العام الماضي مع رجل المخابرات السوداني صلاح قوش. صلاح قوش ده مش اللي كان هرب من 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 البشير وراح السعودية، صح يا عبد الرحمن؟ صلاح قوش ده هو ولا انا ولا كلام اختلط؟ هو اللي هرب من اللي هو. بص يا جماعه الدنيا والله اوضتين وصال، وذلك بوساطه مصريه سعوديه وجمعهم لقاء العام الماضي في ميونخ. صلاح قوش كان عمل كده شيفت وانتقل من السودان، حكينا القصه كامله قبل كده، ممكن نبقى ترجعوا لها فيديو على اليوتيوب، وراح السعوديه. والسعودية بقى عشان يزيدوا الجرعة الدينية عنده، يزيدوا الجرعة الصهيونية عنده، فظبط الحكاية. طبعا هو رجع الخرطوم بعد الإطاحة بالبشير، ها؟ صلاح قوش كان عمل الانقلاب ده بتاع البشير ورجع حياة بعد ما سمن في المملكة العربية السعودية. هتقول لي تاني الجملة لو أنت جديد، ده صلاح قوش. بشكركم شكرا جزيلا. هتقول لي حضرتك واحنا بناخد، بس جبل اللي بينضم لينا حديثا، وانت بتاخد يا معتز يا اللي عايز تشعل الفتنه من اعلام جيش الاحتلال؟ هقول لك خدني على قد عقلي تاتا تاتا. هل هذا التصريح، انا مش هكلمك عن كل ما سبق، خرجت الخارجيات العربيه تنفيه وتتهم جيش الاحتلال واعلامه بانه كاذب ويدعي على شرفاؤه الأكاذيب؟ لا لا. يعني مثلا دلوقتي هتقول لي ايه؟ انت قلت في الاول، لو انت مش متابعني من زمان،
والأردنيين هتفوا يا سيسي يا ابن اليهودية، انت بالهتاف ما الناس دي بتفتي. وارد. انا اسف كلمة وارد، وارد وارد. طيب السيسي والجيش المصري طلع قال الحقيقة كاملة بتاعت عيلة والدة السيسي الله يرحمها؟ حد واجه الناس ورد على ده، على عشرات الدلائل وعلى حاجات مش عايز ارغي في القديم يعني؟ هل حد رد؟ طالما بقي الموضوع بلا تعليق وقبل، يعني انت واحد دلوقتي اتنين وقفوا قدام بعض وقام ده باصق على وش ده، قام ده ماسح الباصقه وابتسم ومشي، وبعد قابلته تاني يوم قال لك ايه؟ على فكره الباصقه دي انا رفضتها رفض بتاع. انت رديت عليه يا ابني؟ لا ما ردتش عليه. طب تطلع بيان، علق ورقه في القهوه قول انك ترفض هذه الباصقه، مش روح رد عليه. لا ما تطلعش ورقه، يبقى انت كذاب.